ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة في المحاضرة بتاعة الكمبيوتر النهاردة هنكمل الويندوز، وبعد كده هناخد شوية حاجات كده في الوورد، فهنبدأ نكمل من آخر حاجة شفناها المرة اللي فاتت. يمكن شفنا خصائص الجهاز المرة اللي فاتت ومواصفات الجهاز، وعرفنا مواصفات الجهاز، عرفنا الباك جراوند، عرفنا شوية كده انفورميشن على حاجات أساسية موجودة في نظام تشغيل الويندوز اللي احنا شغالين عليه، عرفنا الفروق ما بين الويندوز 7 والويندوز 10 في الحاجات اللي هي الأساسية. هنتعرف النهاردة على الكنترول بانل، وهنتعرف على حاجة تانية اسمها التاسك مانجر. بصوا كده، التاسك مانجر ببساطه انا مثلا فاتحه اكتر من برنامج اهو، ايا كان البرامج ايه، وعايزه اقفل البرامج دي بشكل معين او بشكل مختلف شويه، وهي ان يكون عندي التقفيله بتاعت البرنامج، لان البرامج هنجد بالنسبه لي. المره اللي فاتت قلنا ريفرش، كنا بنضغط F5 ونشوف الدنيا ماشيه ازاي عشان نعمل ريفرشمنت للديسكتوب بتاعي او لاي برنامج. ويمكن F5 دي هتقابل ناس من الناس اللي بتبرمج مثلا، ان هي بتعمل بيها الران وتنفذ بيها الكود، يعني دي واحده من الفوائد اللي هي موجوده. يعني بصوا بقى، انا عندي في علامه اسمها علامه الويندوز موجوده على الكيبورد برضو، دي عشان نبقى عارفينها، دي العلامه اللي تفتح لكم الستارت، عشان في حد برضو سالني علامه الويندوز اللي موجوده. ولما بضغط علامه الويندوز دي اللي هي علامه الشباك، علامه كده زي علامه شكل الويندوز موجوده في الكيبورد مع حرف الدي اللي موجود، فده انا بطلع على الديسك توب بتاعتي. تمام. في عندي برضو زرار مهم جدا اسمه Alt وتاب. Alt وتاب ده بيقلب لي ما بين كل الحاجات اللي مفتوحة عندي عشان افتحها بالنسبة لي، وبعد كده برفع ايدي عن الحاجة اللي انا عايزاها تتفتح فتروح تتفتح بالشكل ده. Alt وتاب. طب يا دكتور، التاب دي ممكن الاقيها مكتوبة كلمة تاب، او ممكن الاقيها عبارة عن سهمين، واحد رايح واحد جاي، تمام، على نفس الزرار مرسومين، فدي عبارة عن اسمها الالت تاب بالنسبة لي، تخليني اقدر اقلب. افضل دايسة الت، تمام، واضغط، وافضل كل ما اضغط على كلمة تاب بقلب بين البرامج اللي هي مفتوحة لي والصفحات اللي هي مفتوحة لي وموجودة عندي. تمام. فكده عرفنا امر الالت تاب، وعرفنا الويندو دي اللي موجودة في الكيبورد ايه هي. طيب نشوف التاسك مانجر. الت كنترول، تمام، مع ديليت. الت وكنترول وديليت هتفتح لنا شاشه كده، تمام. لو انت الويندوز 8 او الويندوز 10 هيفتح لك الشاشه دي، لو انت الويندوز 7 هيفتح لك التاسك مانجر على طول اللي هي قدامك دي. طبعا بيدي لك في التاسك مانجر، تمام، كل الحاجات اللي هي موجوده. بصوا بقى، في التاسك مانجر في الويندوز 7 غير الويندوز 10 شويه في حاجه معينه، ان هو بيدي تفاصيل اكتر في الويندوز 10 بس والويندوز 8. اما بالنسبه لعندي في العادي، انا هبص في التاسك مانجر اللي يكون عندي البروسيس اللي هي موجوده دي، يعني دي البرامج اللي هي موجوده، واضغط عليها كليك يمين واضغط كلمه اند تاسك، وهي دي بتوضح لي. يمكن هنا هتبصوا تلاقوا برضو في التاسك مانجر بتاع الويندوز 7، هتبصوا تلاقوا مدي السي بي يو واخد حجم قد ايه من الميموري، وطبعا عشان انا الويندوز بتاعي وين 32 وين 64، فهتبصوا تلاقوا ان هو زي ما اتفقنا ان هو بياخد السايز ميموري وسرعه الميموري كلها اللي انا شغال عليها عشان يديني البروسيس كامله زي ما اتفقنا. ولما فرقنا بين الويندوز 32 وويندوز 64 وفهمنا الفروق دي بالتفصيل. طيب ده بالنسبه للتاسك مانجر. انا عايزه اقفل مثلا حاجه منهم، اعمل كده كليك يمين واضغط ان تاسك، فهو هيتقفل على طول بدل ما كنت بفتح البرنامج نفسه وبضغط اكس من فوق. يعني انا بفتح هنا البرنامج نفسه واضغط اكس، فاكرين الماكسمايز والمينيمايز اللي احنا شفناهم المره اللي فاتت، واحده بتنزلها لي واحده بتكبرها لي، ده انا هقفل بيها كده. لا، انا بالنسبه لي ان انا بضغط كده بالكليك يمين واضغط اللي هو ايه للاند تاسك بتاعي، تمام. روح قافله الشاشه دي ونرجع لقائمه الستارت بتاعتي، وهكتب كنترول بانل عشان افتح الكنترول بانل بتاعتي لوحه التحكم ونتفرج عليها من جوه. بصوا بقى، انا عندي في لوحه التحكم بتاعتي في حاجات لطيفه جدا، وهي عباره عن ان انا بشوف كل السيستم بتاعي وكل الويندوز بتاعي اللي موجود عشان اقدر ان انا اتحكم فيه.
فببساطة جدا دول الكاتيجوريز بتاعتي اللي هي موجودة، ممكن قوليها اكتر من شكل. ادي شكل، وادي اللارج ايكونز العادية، ودي اللي هتشوفوها في الويندوز 7 ممكن تلاقوها، وممكن تلاقوها في السمول ايكونز بالشكل ده، ممكن تلاقوها على شكل الكاتيجوري او اللارج ايكونز اللي موجودة دي. طيب اللارج ايكونز يعني مطلعة كل اللي موجودين من جوه كل ايكونز دي ونطلعها بره. تعالوا كده ناخد واحده واحده، بس ناخدهم نحطها على الكاتيجوري كده عشان نشوفهم بالتفصيل. اول واحده عندي البروجرامز، والبروجرامز دي انا دلوقتي جه واحد فبيقول لي انا سطبت برنامج. ويعني ايه اسطب برنامج؟ يعني انزل برنامج، تمام؟ فانا لما نزلت البرنامج ده عمل لي مشكله كبيره، وهي مشكله ان البرنامج نفسه مش راضي يشتغل بشكل كويس، فانا عايزه امسحه. امسحه ازاي؟ فيجي يدخل على الديسكتوب كده ويلاقيه محطوط له علامه زي الشورت كات بالشكل ده، تمام، ويروح ضاغط عليه ديليت ويقول لك انا مسحت البرنامج. لا طبعا، انت كده ما مسحتش البرنامج، انت هتمسح الاختصار بتاعه. فاكرين الاختصارات؟ يعني انا ممكن ارجع دي، فاكرين دي طبعا اللي احنا عملناها المره اللي فاتت اللي هي بتاعه الريسايكل بين، انا هرجعها زي ما كانت. كليك يمين ريستور عشان نرجعه زي ما كان على الديسك توب في مكانه، تمام. فده اختصار موجود على سطح المكتب مش البرنامج. اما البرنامج بقى ما اجي امسحه، امسحه منين؟ من جوه الكنترول بانل من خانه البروجرامز، الخانه اللي احنا شفناها من شويه دي اللي هي بروجرام، اللي هي انستول بروجرام، واروح فاتحه البروجرامز اند فيتشرز، تمام. هبص الاقي كل البرامج اللي هي نازله عندي، تمام، موجوده بالتفصيل. تعالوا كده مثلا انا امسح اي برنامج، يعني انا عندي في برنامج هنا ما كنتش عايزاه اسمه الكود بلوك، فهعمل له انستول. يبقى انا كده بالنسبه لي اي برنامج انا هبقى عايزه ان انا امسحه او اشيله من على الجهاز، كل اللي انا هعمله هعمل ايه يا جماعه؟ هرجع كده اهو، ادول اللي هفتح الكنترول بانل، هتفتح لي الشاشه دي او هتفتح لي عشان لو الناس عندها اللارج ايكون، ندور على البروجرام اند فيتشرز اهي، اضغط عليها وابدا افتح على طول الايه البرنامج اللي انا عايزاه، اضغط عليه كليك يمين واروح عامله انستول اهو بالشكل ده. يبدا ان هو يتشال لي البرنامج، تمام. اول ما اضغط انستول ده هيبدا يتمسح البرنامج من على الجهاز، وابقى كده مسحت البرنامج اللي انا عايزاه من الجهاز وشفته بالتفصيل وهو بيتمسح كمان، تمام. هو طبعا برامج كتيرة لما اجي امسحها بتعمل الشكل اللي انتوا عايزينه ده، تمام. وبعد كده انا مسحته اهو بالشكل ده واضغط كلوز، وكده البرنامج بالنسبة لي اتمسح وتشال من القائمة بتاعتي. نرجع كده وهترجع للكاتيجوري عشان ناخدهم واحدة واحدة. فده البروجرامز اند فيتشرز. في حاجة اسمها الديفولت بروجرامز. ايه الديفولت بروجرامز؟ تبص تلاقي البرنامج عندك برنامج بيفتح الكتاب برنامجين انت منزلهم، ففي برنامج منهم انت مخصصه ان هو يبقى هو ده البرنامج الاساسي اللي يفتح لي كل الكتب، ده اسمه الديفولت بروجرامز، تمام. والديفولت بروجرامز دي بتبقى متثبته على الويندوز، ودي ما بتهمناش قوي، يعني احنا هناخد حاجة اهم منها، ماشي. دي اللي هي في الحاجات اللي نبص كده من على الجنب على الحاجات اللي هي التانية اللي هي في الكنت. طبعا كنترول بانل هوم، يعني هرجع لقائمة الكنترول بانل الأساسية اللي هي موجودة عندي عشان أن أنا أشتغل عليها. أما بالنسبة لي هنا السيستم أند سيكيورتي، تعالوا كده نفتحها، ويمكن دي تخص شوية حاجات كده في السيستم ككل. نفتحها كده ونشوفها. نبص كده، هنبص نلاقي حاجة اسمها security maintenance، ودي عبارة عن حاجات كده بتصلح لي حاجات في الويندوز، ودي مش هنتقابل فيها او نتعامل بيها بشكل مختلف. اكتر حاجة ممكن هنتعامل منها او ممكن نشوفها اللي هي الويندوز ديفندر. والويندوز ديفندر يقصد بيه هنا ان انت عندك في سيكيورتي او في تأمين على الجهاز من خلال ان هو المدافع بتاعك بتاع الويندوز. الويندوز 10 بيبقى السيكيورتي بتاعه اعلى بكتير جدا من اي ويندوز تاني من الويندوز الموجودة في الوقت الحالي، لان هو ده احدث حاجة موجودة. فتلاقيه عامل حاجة اسمها الفاير بول ومظبطها على اساس ان هي تكون متحسنة بالنسبة لي. طب يا دكتور لو انا شغال على ويندوز 7 بنزل انتي فيروس يكون كويس عشان يعمل لي بروتكشن على الجهاز بتاعي. طيب ده سيستم سيكيورتي. ايه بقى النتورك اند انترنت؟ يقصد بيها لو انا شغال على نتورك او على شبكه او على موجود عندي في شويه حاجات موجوده فانا بظبطها. ايه النتورك اوبشنز او الانترنت اوبشنز؟ البرامج اللي انا شغال عليها في الانترنت. فانا مثلا شغاله على الجوجل كروم، فبيقول لك ايه البرنامج اللي انت هتخليه، ايه الصفحه الرئيسيه اللي بتفتح عندك صفحه جوجل او غيره. طبعا الكلام ده
ما بقاش مستخدم بشكل فعال دلوقتي زي ما احنا كنا شغالين قبل كده. ليه؟ لان احنا بقينا بننزل البرنامج وابدا اتعامل معاه، وبعد ما بتعامل معاه من جوه البرنامج نفسه انا بتعامل، ما بقتش برجع للويندوز زي الاول. زمان كنا بنرجع لكل خطوة في الويندوز بالتفصيل، لا دلوقتي احنا مش بنرجع لكل خطوة في الويندوز، احنا دلوقتي بقينا بنرجع على طول على الجزء بتاع البرنامج نفسه والتعامل مع البرنامج نفسه. تعالوا كده نشوف الهاردوير ساوند، وده يقصد بيها اكتر من حاجة. بقى الهاردوير يقصد بيها اي حاجة انا هضيفها، برينتر، سكانر او غيره. طيب تعالوا كده نبص على البرينتر. لما افتح الصفحة دي هبص الاقي في صفحة مضافة عليها شوية حاجات كده، يعني اما اجي احب ان انا اضيف اي ديفايس. يعني ايه اي ديفايس؟ اي ديفايس يعني انت لو شغال على لابتوب هتبص تلاقي ديفايسز زي موبايلات انت تضيفها، ميكروفون عايز تضيفه، وهكذا. تمام. طيب لو انا عايز اضيف برينتر اضغط على اد برينتر دي، تمام، وهبدا ان انا اضيف البرينتر ان انا عايزاها او انا اللي انا هتعامل معاها. تمام. يبدا بعد كده لا يبدا يدور عليها في اول حاجه، ولو ما لقاهاش موجوده يقول لك انت عايز تضيفها من ايه. فتضيفها من ايه دي معناها انك تبقى موصلها وتبقى بحاطط السي دي بتاعتها وتبدأ ان انت تعرفها. دي معناها ان انا هعمل اد برينتر او اد ديفايس. اه طبعا هو ملقاهاش عشان مش موصله حاجه. بعد كده هيقول لك هي موجوده، يروح محددها لك اللي هي شكلها موجود، وساعتها تكون بقى ايه ضفتها بالنسبه لك. طبعا ده الاد ديفايس. عندي ساوند، تعالوا نفتح الساوند كده ونتعرف عليه. يمكن انا فتحت حاجه كده بسيطه جدا المره اللي فاتت في الحته بتاعه الساوند وريتها. بصوا الساوند دي فيه اكتر من حاجه. اول حاجه السبيكر، السماعات، الريكورد زي ما انا قاعده بسجل اهو، فالميكروفون هتلاقوه شغال. عندي بعد كده الاصوات بتاعه الويندوز، هل اغيرها؟ تبص تلاقي في واحد قاعد شغال على الحاجات بتاعه الساوند بتاعه اي سيستم قاعد بيغيرها. يعني تبص تلاقي الويندوز مثلا متغير الصوت بتاعه، الفتح بتاعه، القفل بتاعه. فبيقول لك الحاجات الاساسيه اللي شغال عليها الويندوز اسمها ويندوز ديفولت. فالويندوز ديفولت بالنسبه لي هو عباره عن ان كل الساوندز وكل الاصوات اللي موجوده في الويندوز زي ما هي، انا ما غيرتهاش. فهي دي كلمه ديفولت، دايما كلمه ديفولت يعني دي حاجه اساسيه موجوده انا ما غيرتهاش. طيب لو انا حابب ان انا اغير صوت من الاصوات دي او ان انا اغيرها، فبحدد الحاجه اللي انا ببقى محتاجها وبضغط عليها. تمام. اشوف اللي هي الصوت ده اعمله ايه، فاعمله تيست زي كده فانا بسمعه. بصوا كده مثلا ده ريميندر، يعني الكليندر بتاعتي. كلمه كليندر يعني يقصد بيها النتيجه بتاعتي انا كنت حاطط فيها ان هي تديني الارم، تديني صوت معين او حاجه معينه. فاول ما هضغط عليها بصوا كده فهلاقي فيها صوت. تمام. البطاري لو البطاريه فيها مشكله، تمام كده البطاريه بتفصل عندي. طبعا ده الكلام ده ممكن هتلاقوه على اللابتوب، على الاجهزه التانية في بعض الحاجات تبقى زي مثلا رساله جات لك من على الميل مثلا فتلاقي الصوت ده. تمام. الحاجات دي، هل الحاجات دي انا اقدر اغيرها؟ اه انا اقدر اغيرها من خلال اوبشن البراوز. اول ما بفتحها بيديني المفروض في اصوات كتيره بتبقى موجوده في الويندوز. انا ما عنديش طبعا على الويندوز هنا اي ساوندز. فبتلاقي طب يا دكتور انا لقيت ناس بتحط اصوات اغاني لما بيجي يفتح الويندوز او يقفل الويندوز، الاقي صوت اغنيه، صوت بسم الله الرحمن الرحيم، صوت اوبن، اي حاجه. ده بيجيبوها منين؟ هو الملف بيبقى عباره عن دوت ويف زي كده، وبعد كده بيبقى بتحدد مكانه لان ده البراوز. كلمه براوز دي يعني احدد مكانه موجود فين، موجود على الديسكتوب، موجود جوه السي، جوه الدي، جوه فلاشه، وتحطه وبعد كده بيتحمل وتعمل له تيست هنا زي كده وتسمعه قبل ما يتحط، وبعد كده تبقى ايه انت كده حطيته كساوند. ده فكره الساوند عشان تبقى الناس فاهمه هي بتتعامل مع ايه وبتشوف ايه بره. طيب الباور اوبشنز، ويمكن دي بتخص اكتر الحته بتاعه السليب مود والستارت والشت داون. بصوا هتلاقوا في علامه هنا كده اللي هي علامه الباور، اول ما اضغط عليها بالشكل ده هلاقي ثلاث حاجات، اربع حاجات، في ثلاث حاجات، في اجهزه عليها ثلاث حاجات، في اجهزه فيها اربع حاجات. اول حاجه عندي اللي هو السليب مود، تمام، وده عباره عن ان هو يدخل في مود سليب، هترجع له بعد 5 دقائق، ربع ساعه، او اي حاجه ما تيجي تضغط الماوس او تضغط اي حاجه.
الهيبرنيت، ودي انا قلتها الهيبرنيت ودي انا قلتها المرة اللي فاتت، وهي عبارة عن ان هي بتقفل كل حاجة بالهاردوير بس ما بتقفلكش برامج، يعني بتقفل كل حاجة بالهاردوير بس بتعمل سيف للباور حلو جدا، فالناس كتيرة بتستخدمها خاصة الناس اللي بتبرمج وبتشتغل على اجهزة بالتلات اربع ايام ومبتبقاش عايزة ان هي تقفل الاجهزة دي. تمام. عندي كمان الشات داون، والشات داون اللي هو ان انا بقفل الجهاز خالص. تمام. وعندي الريستورت ان انا بعيد فتحه تاني. نرجع طبعا الحاجات دي في الباور اوبشن، فنلاقي الجزء ده في الباور اوبشن اللي هي تشوز الباور بوتونز، تمام، اللي هي السليب مش عارفه ايه اللي هم اللي هم متحددين بالنسبه لي. تمام. في ناس ما بيبقاش عندها الجزء بتاع الهايبر نت ده، يعني مش موجود مش متاكتف، فتضغط على التشينج سيتنج، تمام، وتبدا ان هي تحدده، يعني ما بيبقاش متعمل له تشيك عشان كده ما يظهرش عندي في الستورت دي. انا عندي ظاهر في الستورت عشان انا اصلا ايه بقى محدداه اهو، وباللوك اهو كل حاجه انا محدده كل حاجه انها تبقى ظاهره، وعامله سيف تشينجز عشان تتسيف وتتعمل وتظهر لي في قائمه الستورت. دول يعني واحده من الحاجات اللي هي في ناس برضو بتستخدم فكره ان هي تعمل تتعامل مع الموضوع بشكل مختلف. فاكرين انا اتكلمت معاكم على اليوزر اكاونت، وقلت لكم اليوزر اكاونت ده واحد من الحاجات اللي هي مشهوره جدا في ان انا اتعامل بيها، يمكن اكتر حق اللي هي بتاعت الاكاونت بتاع ممكن اعمل اكاونت مايكروسوفت اشتغل بيه. طب لو ما اشتغلتش على الاكاونت مايكروسوفت هتقدر تعمل باسورد للجهاز عن طريق التشينج اكاونت، وتعمل باسورد وكل حاجه من خلال اليوزر اكاونت. دي بتفيد الناس اللي معاها لابتوب، يعني معاك لابتوب ولازم تعمل له لازم تعمل له باسورد والكلام ده كله، فلازم تعمله بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب بتاعت اليوزر اكاونت، طيب دي حاجه من الحاجات اللي هي الاساسيه. نرجع كده نشوف ايه تاني. كده احنا خلصنا البروجرامز، ومن خلال جوه البروجرامز واحنا فتحناها فتحنا الهاردوير ساوند والنتورك، تمام، والسكيورتي اللي احنا عملناها من شويه. بس في حاجه في السكيورتي لازم تبقوا عارفينها اللي هي في المينتيننس، ممكن افتحها كده عشان اوريها لكم. في حاجه اسمها نسخه الريكفري، ودي نسخه بتبقى احتياطيه من الجهاز، ودي تخص اللابتوب اكتر، تمام، يعني هي بتتعامل مع النسخ بتاعه اللابتوب. طيب في عندي في حاجه تانية اسمها الابيرنس بيرسوناليزيشن، دي انا فتحتها من جوه، اللي انا فتحتها من بره قبل كده اللي هي بتاعت التاسك بار، وقولوا معايا الباك جراوند اللي هي الحاجات بتاعت الباك جراوند، وهي اللي هي بتاعت غير الخلفيه وغيره، دي اسمها الابيرنس والبيرسوناليزيشن. اهم حاجه عندي ازاي ان انا اغير الساعه الديت اند تايم، اول ما افتحها بالشكل ده انا اقدر اغير، ادي اضغط تشينج ديت اند تايم، ودي موجوده الاوبشن ده في اي طبعا اي ويندوز، تمام، بنفس الشكل ده بغير وبحط هنا ادي التايم بتاعي، وتايم طبعا التايم زون بتاع البلد بتاعتي اللي انا قاعد فيها او عايش فيها. تمام. في حاجات تانية اسمها الانترنت تايم، ودي بتبقى اوبشنز موجوده زياده موجوده عندي. الريجن، والريجن يقصد بيها هنا اللي احنا الفورمات بتاع التايم اكتر حاجه، كمان اللانجوج سيتنج، تمام، في اديشن سيتنج تانيه عشان ما ننساهاش، وهي الخاصه باللانجوج، تمام، نضغط هنا الاديشن سيتنج بس. هنا طبعا كل اللانجوج متطفئه اهي، دي اللانجوج اللي هي موجوده بالنسبه لي اللي هي بتفاصيلها. في ناس تانية لما تيجي تغير اللانجوج تروح كاتبه كلمه لانجوج من فوق، بصوا ده السيرش بتاع الكنترول بانل، انا مش عارف اغير اللانجوج منين، فاروح اكتب كده لانجوج وادور عليها فيروح مدي لك الريجن اند تايم، يقول لك دي المكان اللي انت بتغير منه اللانجوج. طيب السيرش اللي موجود فوق ده بيفيدني في ايه؟ تعالوا كده نروح على جهاز بتاعنا، تمام، اللي هو جهاز البي سي بتاعي، وانا لو انا ما عنديش من بره البي سي بتاعتي فكل اللي انا بعمله بكتب هنا بي سي اهو، this بي سي اللي هو جهاز الكمبيوتر بتاعي او ماي كمبيوتر، انتوا بالنسبه لكم هتبقى موجوده ماي كمبيوتر. طيب يا دكتور انا عايز ادور على حاجه جوه الحاجات دي، انا عندي مشكله دلوقتي يا دكتور ان انا لما ببقى حاطط فلاشه، لما بجرب انا هحط لكم فلاشه، انا اركب فلاشه مثلا وعايز اعمل عليها كوبي،
احط عليها اي ملف كوبي. طيب انا هحط فلاشة بالشكل ده، اول ما بضغط اول ما سوري احط الفلاشة تبدأ تظهر عندي، ادي الفلاشة اهي فاضية بالنسبة لي، ودي اسمها الـ USB درايفر بتاعي، واتفقنا ان اي external نسميه درايفر. وانا دلوقتي عايز، انا عندي حاجة عايز احطها على الديسكتوب، ملف اغنية فيلم او غيره، عايز موجودة على الديسكتوب او موجودة جوه اي حاجة من الحاجات دي، تمام، وعايز احطها جوه جوه الفلاشة. بصوا بقى، الفلاش واي حاجة موجودة من اكسترنال من بره فيها ميزة كويسة جدا. يعني مثلا ادي حاسب آلي، اضغط كليك يمين على الملف اللي انا عايزه، شايفين سند تو، وادور على الايه اللي انا عايزه احطها فين، في اليو اس بي درايفر، اضغط عليها بالشكل ده فتروح يتنقل على الفلاشة. نروح كده للفلاشة بتاعتنا اهي، الفلاشة فين اهي، افتحها كده دبل كليك الاقيها اتنقلت. يبقى دي طريقة تانية للكوبي على الفلاشات. يبقى انا عندي طريقة للكوبي على الفلاشات، وهي عبارة عن ان انا بروح للحاجة بتاعتي واضغط send to، تمام، وده طريقة للكوبي على الفلاشات بتاعتي. طب سؤال بسيط جدا، انا هنقوله تاني مرة، ده كمبيوتر ففاهم، فبيقولك انت عايز تبدل اللي انت حطيته على الفلاشة، فعشان كده لما تلاقي الرسالة دي يقصد بيها ان الملف موجود، فانت لو عملت سكيب تمام فهو مش هيعمل له ريبليس، هيعمل له كوبي لتاني مرة، يعني اعمل له مرتين، تمام. اما دي ريبليس، اول ما اضغطها هيبدل ده بالحاجة الجديدة اللي هي ايه موجودة بالنسبة لي. طيب يا دكتور انا عايز اعمل حاجة تانية، وهي ان انا اعمل فورماتنج كمان للفلاشة، وازاي امسح الفلاشة بتاعتي. يعني ندخل على البي سي، تعالوا كده نتفرج على الدرايفر الاول الخصائص بتاعته، وبعدين نفرمت الفلاشة بتاعتي. بصوا اي درايفر انا عايز اعرف المساحة بتاعته، ده الهارد مثلا، تمام، انا عايز اعرف المساحة بتاعت الدرايفر ده مليان قد ايه وفاضي قد ايه، اضغط كليك يمين بروبرتيز فبيدينا، تمام، على حسب. في ويندوز تلاقيه ملون احمر واصفر واخضر، ده مثلا بيقول لك الازرق ده اللي مليان، ودول الجزئيه اللي هو الفاضي فيها، تمام. وكاتب لك طبعا هنا اليوزد سبيس 114، الفري سبيس 16. طيب لو انا عايز افرمت ده، تمام، افرمته ازاي او امسح اللي عليه، في طريقتين. الطريقه الاولى ان انت تعمل سيلكت ده، ولو انا عايز اعمل سيلكت عندي اكتر من ملف، انا ممكن اعمل لكم اكتر من ملف هنا كده عشان نبقى ايه، عندي اكتر من ملف انا اهو، ولما اضغط كنترول على الكيبورد واروح احرك الماوس واختار كده بيختار معايا. طيب في طريقه تانية، كنترول اي في الكيبورد تختار كل حاجه، كنترول اي، تمام، واعمل كده اعمل شيفت ديليت، شيفت دل اللي موجوده عندكم في الكيبورد، مسحت كل حاجه. طب يا دكتور انا الفلاشه مليانه مش هحدد كل ده واعمل شيفت ديليت، وعايزه امسحها من غير ما افتح. في ناس تفتح الفلاشه وتروح تعمل سيلكت اول اللي هي كنترول اي، كنترول اي، تمام، فكده هو حدد كل حاجه موجوده عندي على الايه، على الفلاشه بتاعتي. لا انا مش هحدد بالكنترول اي، انا عايز امسح من بره عشان الفلاشه عليها فيروس، فانا هعمل ايه، اعمل كليك يمين للفلاشه واضغط كلمه فورمات، تمام، انجكت دي انا اطلعها، يعني هو مش هيشوفها على الجهاز، يبقى هي جاهزه ان انت ايه تشيلها. والانجكت دي انا بعملها قبل ما اشيل الفلاشه عشان ابقى سيف على الفلاشه. في ناس اول ما بتيجي تتعامل مع الفلاشه بتشيلها على طول، تمام، لو الفلاشه كويسة ونوعها كويس مش هتتأثر، اما لو الفلاشة نوعها بيتأثر بأي حاجة ممكن ان هي تبوظ، فلازم ان انا اعمل كلمة انجكت. بصوا انا هعمل لكم الانجكت قبل ما، بصوا الانجكت هتعمل ايه، هتطلعها خالص وتقول لك ان هي خلاص كده تقدر ان انت تسحبها. اضطر ان انا ايه اروح ايه حطها تاني عشان تتعرف، تمام اهي، وهتتعرف عندي بالشكل ده وتتفتح. في حاجات بيبقى اوتوران تتفتح على طول، وفي حاجات تانية ما يعني بنبقى حاملينها في الاعدادات ان هي ايه ما تتفتحش. اول حاجة عندي انا هعمل لها فورمات، كليك يمين شايفين فورمات، دي فورمات دي انا همسح على الفلاشة كله عشان دي عليها فيروس. اتأكد ان انا حاطه الكويك فورمات واضغط ستارت بالنسبة لي، واضغط وادوس، ادي الكويك فورمات بالنسبة لي كده اتفرمتت واتمسح اللي عليها كله، هفتحها الاقيها فاضية وسيفتي طبعا ان هي متظبطة. فتعالوا كده نفتح البروبرتيز والخصائص بتاعتها ونتفرج عليها. ادي البروبرتيز بتاعتي بتاعت اليوزد سبيس، يقول لك هي مش مستخدم فيها اي حاجة، دايما في مساحة اسمها مساحة افتراضية بتبقى عاملاها الفلاشات، بتبقى رامية فيها ملف كده بالكيلو بايت صغير ملهوش لازمة يعني قوي بالنسبة لك ان انت تعرفه، بس انت بتبقى عارف ان الفري سبيس بتاعتك بتبقى مكتوبة. واتفقنا ان القراءات اللي بتتحط دي اسمها قراءات افتراضية، يعني شايف الكباستي هي المفروض 64، تمام، بس مدي قيم افتراضية، بس انت بتبقى عارف ان هي السايز بتاعها سامح لحد قد ايه، تمام.
دي حاجة. الحاجة التانية بيبقى عندي فيه اوبشنز خاصة بالهاردوير بتاعها، ودي الاوبشنز دي بتبقى خاصة بكل فلاشة، والتانية بتبقى مكتوب فيها انفورميشن، دي خاصة بالمصنع بتاعها والتفاصيل بتاعتها، ودي ما تخصناش قوي ان احنا نعرفها. طب يا دكتور، انا لو انا حطيت دي في دي وجيت اتعامل معاه، لما باجي اتعامل مع الدي في دي بتعامل مع برنامج اسمه من البرامج يعني المشهوره، يعني في برامج كتير اسمه النيرو، وبرنامج ده يمكن واحد من البرامج اللي احنا بنستخدمها عشان احط الداتا من اللي موجود معايا على الاسطوانه. يبقى البرنامج اسمه ايه؟ نيرو، ان اي ار او. برنامج النيرو ده انا بحط بيه احرق بيه الحاجه على الاسطوانه. ايه يعني احرق الحاجه على الاسطوانه؟ عشان الجمله دي انا بسمعها كتير، اقصد بيها ان انا بستخدمه عشان استخدم الحاجات اللي موجوده على الاسطوانه بتاعتي وانا شغاله بيها بشكل او باخر. ازاي ان هي تكون ايه شغاله؟ يعني انا باول ما بحطه على السي دي ما بيتثبتش على السي دي، فده مش زي مثلا ان انا حطيت على الفلاشه رحت عملت ايه، عملت كوبي للحاجه اللي موجوده ورحت حطيتها على الفلاشه. لا، في القصه دي مختلفه شويه، الدنيا بتبقى مختلفة، لان احنا بنتعامل على اساس ان انا بقابل شوية حاجات كتيرة قدامي، درايفرز مختلفة، فكل درايفر منهم ليه طريقته المختلفة. فالسي دي غير الدي في دي غير الفلاشة. فالسي دي عندي لو حطينا عليه الداتا بالبرنامج بتاع النيرو، طبعا لازم برنامج اسمه برنامج وسيط استخدمه عشان اثبت عليه الحاجة دي. فانا استخدمت البرنامج ده وظبطته وتمام وكل حاجة، بس بصيت لقيت ان السي دي ما بيتفتحش تاني. ما ده لازم يكون ريد رايت، ودي اتفقنا عليها قبل كده. طيب لو الدي في دي، الدي في دي ميزته ان هو ريد رايت بس مساحته اكبر بكتير من السي دي العادي، تمام، بيوصل بالاربعة والعشرة جيجا والاربعة وستين والكلام ده كله، الحاجات دي اللي بقت موجودة في الوقت الحالي. لازم يبقى في برنامج وسيط زي ما اتفقنا في الدي في دي. اما الفلاش ميموري والهارد ديسك اكسترنال، تمام، بيبقى عباره عن يو اس بي فلاش كده انا بحطه، بس الفرق ما بين اليو اس بي تمام والهاردوير، سوري الهارد، الهارد ديسك، سوري الهارد ديسك، الهارد ديسك الاكسترنال بيبقى مساحته زي اي هارد ديسك، يعني ممكن تجيب 1 تيرا 2 تيرا، كل اللي هي المساحات الكبيره. اما الفلاشات هتلاقوها محدوده الى حد ما، مش فلاشات كبيره بصوره او باخرى، تمام. دي حاجه زي ما قلنا قبل كده ان احنا عندنا في اوبشن تاني غير احنا عملنا الديليت، عملنا كل الحاجات دي الاوبشنز الاساسيه. عندنا اوبشن مهم جدا، وان انا ما اتعاملش مع السي خالص، لان السي دي هي اللي بتعمل لي دل عليها السيستم. فدايما لما اجي اخزن اي حاجه، لا اخزنها، ده نصيحه يعني، لا اخزنها على الديسكتوب ولا اخزنها جوه السي. ليه؟ عشان لو حصلت مشكله على السي البرامج بتاعتك، مش البرامج سوري، الملفات بتاعتك هتتمسح. فعشان كده لما انا اتجنب ان اي حاجه ما تتمسحش عندي من على الجهاز وان انا اضمن سلامتها، احطها جوه اي درايفرز من الدرايفرز بتاعت الهارد ديسك اللي ما عدا اللي موجود عليها السيستم. دايما اللي موجود عليه السيستم اما هتلاقيه مكتوب ويندوز او عليه علامه الويندوز بالشكل ده، وده اللي بتنزل عليه البرامج. الويندوز لما بتحصل له اي مشكله، ببساطه جدا اول ما بتحصل اي مشكله على الويندوز، اول حاجه بتضر فيها الملفات اللي بتبقى موجوده على الديسكتوب او على جوه الداونلود او الديكومنت، كل الملفات اللي هي موجوده هنا، الداونلود او الديكومنت، البيكتشرز، كل الحاجات اللي هي من جوه دي، كل ده الحاجات دي بتتمسح او بتحصل لها ضرر، فانت بتقدرش ان انت توصل لها، وخاصه الحاجات اللي على الديسكتوب. فدايما احنا بننصح ان انت ما يكون معاك ملفات خاصه بمشاريعك بابحاثك بكل حاجه، تاخدها كوبي وتاخدها وتحطها جوه الدرايفرز الثانيه اللي موجوده جوه عندي. طيب يبقى انا دلوقتي في اوبشن، والاوبشن ده لازم عملي، لازم ابقى عارفه ان انا عرفت ان انا احط الحاجات اللي هي موجودة على الديسكتوب عندي، تمام، اللي هي الموجودة عندي بالنسبة لي، احطها ارتبها ازاي، اعملها ازاي، اعمل لها ريفريشمنت ازاي، اعرضها ازاي. عندي كمان في حاجة تانية، وهي ان عندي اوبشن السيرش ده لسه هنشوفه. عندي لازم ما احطش اي حاجة على الديسكتوب، حطيت حاجة على الديسكتوب اعمل منها نسخة تانية جوه الدرايفرز عشان ما تتأثرش بالنسبة لي وما يحصلش فيها اي مشكلة. طب يا دكتور، السيرش، السيرش عندي نوع، في اكتر من نوع. اول حاجة عندي السيرش على البروجرام، وده بيبقى موجود في قائمة ستارت من تحت، وده اكتب اسم البروجرام، يعني احنا كمان شوية هنكتب وورد، تمام، فهلاقي الوورد بالبرامج بتاعته اللي هي موجودة بالنسبة لي، تمام.
دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لي options search جوه الهارد بالنسبة لي، يعني انا مثلا عايز اكتب نظم تشغيل، ماشي مفيش مشكلة، اي حاجة، او EST. اوكي انا كتبت EST اهو، ماشي. فبص الاقي كل حاجة خاصة بـ EST الاقيها موجودة تمام بالتفصيل. طيب عايز اكتب شيت 1 اهو مثلا، فبص الاقي اي حاجة خاصة بكلمة شيت 1 الاقيها ظهرت عندي، فدي واحدة من الاوبشنز اللي هي الخاصة بالسيرش بتاعتي. يبقى انا هكتب فوق اسم الحاجة اللي انا بدور عليها، هيدور لي جوه الهارد بتاعي عليها ويروح ايه مطلعها لي ويطلعها لي ويوريهاني ويقول لي دي الحاجة اللي انت، هل الحاجة اللي انت دي اللي بتدور عليها ولا لا. دي اوبشن السيرش اللي انا بدور عليه جوه الجهاز تمام، عشان ابقى عارف ان انا ان الحاجة دي ممكن ان انا الاقيها او لا تمام. يعني ممكن نكتب اي كلمة بس كده زي الحاجات اللي فاتت كده، ممكن اهو انا غيرتها اهي. طبعا انا حاطه السيرش على this PC على اساس ان هو من بره، بدور لقيته او ما لقيتهوش، وما لقاهوش هيقول لك ان هو not found اهو. في شتات كتير، فانت تشوف مثلا، يعني انا مثلا عندي اكتر من ماده، فعندي شيتات كتير، فانا بشوف الشيت اللي انا ببقى محتاجاه واروح فاتحاه وخلاص كده. مثلا ده الملف بتاعي، اضغط عليه وافتحه وبيدي لك مكانه، بصوا بيدي لك مكانه، هو موجود في كذا في كذا في كذا في الحاجه بتاعتك ومساحته قد ايه. فدي تفاصيل البحث بتاعتي في على الويندوز. طيب كده ده بالنسبه لي دي الجزئيه بتاعت السيرش، وجزئيه زي ما اتفقنا الداونلود وكل الحاجات دي انا مسيفش جواها عشان ما تحصل ليش اي مشكله. نيجي بقى دلوقتي لأهم حاجة بالنسبة لي، وهي ان انا انزل البروجرام بتاعي بتاع الاوفيس تمام. اول حاجة بالنسبة لي البرنامج بيكون موجود معايا تمام، وبنزله، وبعد ما بنزله بشتغل على المجموعة بتاعته. ايه مجموعة الاوفيس بتاعتي تمام؟ مجموعة الأوفيس أكتر من حاجة، احنا هنشتغل على 2010 عشان 2010 ينزل على أكتر من نوع من الأجهزة، فهيريحنا ويريحكم انتوا تمام. يعني الجهاز قديم ينزل عليه 2010 بدل ما نشتغل على 2019، والفرق ما بينهم هقوله لكم. عندي بالنسبة لي أدي واحد من الحاجات الوورد تمام. عندي الإكسل، أنا بكتب طبعا الاسم عندي ادي الاكسل اهو تمام. انا بكتب كلمة اكسل بس اللي هي EXCEL تمام، فبيطلع لي البروجرام بتاعت الاكسل. وهنشتغل كمان باوربوينت تمام، ادي الباوربوينت تمام. وكمان عندي في اكسس، بس الاكسس ده انت تاخدوه بعدين لو في وقت، طبعا احنا مش عارفين هناخد وقتنا ولا لا. فتعالوا نبدأ بالوورد، ادي الوورد اهو، الاقي مايكروسوفت وورد 2010 تمام. احنا كده خلصنا الويندوز بالنسبة لي، وطبعا بدأنا في الوورد. الجزء بتاع الوورد هو جزء كتابي، يعني هو البرنامج بتاع معالجة النصوص بتاعي. وما يقول لك كلمة معالجة نصوص زي ما موجود في الكتاب بتاعنا، يقصد بيه ان انا عندي في شوية حاجات كده اساسية لازم اتعامل معاها ولازم اخدها في الاعتبار، وهي ان انا بكتب، وكمان البرنامج مش بيكتب بالطريقة العادية، لا ده بيكتب وبيحسن لنا حاجات وبيحط لنا اوبشنز نقدر نكتب بيها الابحاث بتاعتنا. لغاية ما يفتح الوورد احنا عندنا اكتر من حاجة تمام. اول حاجة عندي النوت باد تمام، تعالوا كده نشوفه اللي هو التكست ده. النوت باد بالنسبة لي، شوفها راحت فين اهو، ده الفايل اللي هو مثلا موجود عندي اللي هو النوت باد ده. ده عبارة عن ايه؟ تعالوا نفتحه كده ونتفرج عليه. ده النوت باد بالنسبة لي الناس كانت بتكتب عليه اهو عادي وكل حاجة، بس كان عبارة عن ايه؟ محدود شوية، يعني يحدد لك مثلا خط اهو معين مش عارفة ايه، محدود مفهوش تلوين مفهوش مش عارفة ايه، اعمل سيف والكلام ده كله. طبعا احنا ده الكلام ده لما هنوضه في التاني ده. فالنوت باد، طيب ايه الفرق ما بين النوت باد؟ طب شوف انا عشان اعمل سيف، ايه الفرق ما بين النوت باد وملف الوورد؟ الامتداد،
امتداد الملف. الامتداد ده دوت تكست تي اكس تي، والتاني دي او سي. الملف اللي احنا هنشتغل عليه ده دي او سي، ده طبعا الوردي. طيب يا دكتور في ملف تاني، انا يا دكتور وانا بفتح الجهاز بتاعي لقيت حاجة اسمها الوورد باد. ايه الوورد باد ده؟ اهو تعالوا كده نفتحه ونتفرج عليه ونشوف فرق ما بينه وبين الوورد العادي. ايه ده؟ ده شبه الوورد العادي بس ما فيهوش اوبشنز. بصوا يعني ده الوورد باد، هو مكتوب من فوق وورد باد. تعالوا نفتح الوورد بتاعنا العادي. بصوا الوورد بتاعنا، الوورد بتاعنا ده مليان كل حاجه بقى، وبنكتب حاجه اسمها هي بالهيدنج، وبنحط ابحاث، وبنسيف بطرق مختلفه، تمام؟ فالموضوع اكبر شويه فين؟ في الايه؟ في الوورد بتاعنا. اما الوورد باد ده كان النموذج اللي اتعمل بعد النوت باد عشان تبقى ايه العمليه متحسنه بشكل احسن. هنقفل طبعا الوورد ده ونرجع للوورد بتاعنا العادي اللي احنا فتحناه دلوقتي، ونشوف الاوبشنز الاولانية اللي احنا هنشتغل عليها. بس خلينا في قائمة الفايل، ناخد اول قائمة. قائمة الفايل بالنسبة لي لما اجي اوبن، يعني اي ملف وورد موجود على الجهاز، تمام، وهفتحه اهو واضغط اوبن ويتفتح، تمام. يعني هاجي اضغط مثلا على ده واضغط اوبن، ماشي. ده ملف عندي مثلا اهو، ده ملف واتفتح خلاص وراح قفلاه، ماشي. ارجع افتح تاني ملف من اول وجديد اهو، ادي الوورد مايكروسوفت وورد. طبعا في اول مره يديك التحميل اللي انت شفته، بعد كده انت بتستخدمه دلوقتي، فمش هيدي لك الوقت اللي هو كان واخده في التحميل اول مره. ادي قائمه الاوبن. بعد كده انا عايزه سيف. ايه الفرق ما بين سيف وسيف از؟ سيف ده تمام لو اول مره هيدي لك اوبشن ان انت تسيف، يقول لك غير اسمه. بص انا هغير اسمه مبدئيا، احنا من 2010 وطالع الامتداد دي او سي اكس، دي او سي اكس، تمام. هكتب مثلا احدده على الديسكتوب، احطه على الديسكتوب كده، تمام، وهكتب اهو، وادي انا سيفته وظهر اسمي فوق اهو اللي هو اسم الملف. عايز تكتبه طبعا بروجكت 1 بروجكت 2 وهكذا. طيب لما اجي اعمل سيف تاني، بعد اجي اكتب مثلا، اكتب ويلكم تو اي اس تي مثلا، ماشي. فلما اقول ويلكم تو اي اس تي بالنسبه لي اهو اهي، وعايز اجي سيف، شايفين علامه السيف؟ سيف اهي، واجي اطلع هنا سيف. طب ايه ده؟ يعني ما فتحهاليش تاني زي ما فتحها؟ لا، ده سيف اول مره. طيب اما ايه سيف از؟ لو انت عايز تغير اسمه بقى، اسم الملف ده، انا مش عايز اكتب اسم الملف كده، عايز اكتبه بروجكت واعمل منه نسخه تانية واسميه 2020 مثلا. فكده بقى ما عندي ملفين على الديسكتوب. بصوا كده نطلع دول بقيوا ملفين، بقى الاولاني وبقى التاني. بس احنا واقفين على ايه؟ اخر حاجه اللي هو بروجكت كام 2020 اللي احنا شغالين، وبيعدل على اخر واحد، ملوش دعوه بالتاني، يعني التاني مفتوح. بس بصوا بقى ده الفايل سيف وسيف ايه. طيب تعالوا كده في قائمه الهوم، الكوبي والبوست زي ما عملناهم هنلاقيهم في الكليك يمين. ادي كوبي، تقف هنا بتضغط انتر تنزل سطر جديد، كليك يمين بوست، تمام اهو. بصوا الاوبشن بتاع البوست اهو. طيب تعالوا كده نحددها، ده بالماوس، كل ده بالماوس، كليك شمال واجي اكبرها. بصوا هنا هحط قيمه الايه التكبير اللي انا عايزاها في الخط، او اكبر بدي او اصغر بدي، تمام. لازم تبقوا عارفين الفوائد بتاعتهم. وادي التايم نيو رومان بالنسبه لي اهي، وادي دي بولد يعني تقيل، وادي مايل، وحط تحتيه خط، وحط دي في النص، شايفين دي العلامات في النص، من على اليمين من على الشمال في النص. انت كانك بالظبط بتلعب، يعني اللعبه بسيطه جدا يعني ما فيهاش اي حاجه، تمام. وعلى فكره احنا هنا انا هديكوا كل حاجه لغايه الايكويشن، لغايه المعادلات، فانا يعني هديلكوا كل حاجه، فانا عايزاكوا هتستمتعوا جدا يعني. فخلينا كده ادي الويلكم مثلا، انا عايزه الونها. لا يا دكتور انا عايزه الونها، نلونها اهي الالوان بتاعتها اهي، ماشي اهو اي لون، ماشي. ده حاجه مختلفه شويه، عباره عن حاجه اسمها الداي، ودي اوبشنز اتحطت في من 2010 وطالع. في عندي حاجه تانية؟ طب يا دكتور لا تمام. طيب ودول واحده من الحاجات اللي هي ايه لطاف جدا بنشتغل عليهم جوه الايه، جوه ملف الوورد. طيب ايه يا دكتور العلامات دي؟ نحط ده من على اليمين او من على الشمال؟ دي مش هتبان غير لما نكتب نصوص كتيره في التنسيق بتاعها، تمام. فنكمل. طيب ناخد حاجه، يعني انا هاخد حاجه من هنا، تمام،
وبعد كده هاخد قائمة من القوائم اللي هي المهمة جدا، اللي هي قائمة insert. خلينا بس في الاوبشن اللي هو بتاعنا ده في الكتابة. انا كتبت مثلا welcome to EST وعايز ابدأ من اول السطر ده نظام خط جديد، فانا هشيل كل دول تمام وهخلي الخط اقل وهبدأ من اول السطر كده اهو تمام، واكتب computer ساينس تمام. وبعد كده رحت كتبت ايه، رحت كتبت كلمة غلط، كتبت ايه مثلا، نكتب كمبيوتر تاني. بصيت ليه اتعمل حاجة حطيلي تحتها ايه غلط، وده حاجة من الايه الموجودة في الوورد عندي وهي تصحيح تلقائي. اعمل كليك يمين هيقولك انت عايز تقصد ايه بالكلمة دي، عايز كمبيوتر، فيصحح معاك بقى تمام. فوانا بكتب اي نص فبص لقيت ان هو بيصحح معايا ماشي. طيب computer is مثلا very important، بصوا خدتوا بالكم important وانا بكتبها ادى كلمة فيها غلط فهو صححها تلقائي، وده الاوتوماتيك برضو بالنسبة لي وهتلاقوه موجود in our life تمام. دي واحدة من الحاجات انا عايزة اضغط انتر كده اهو واحط كل واحدة فيهم دي في سطر، واشيل دي عشان ده كده خطأ. بصوا العلم الاخضر ده بيقول له خطأ في التنسيق. ايه خطأ التنسيق ده؟ المفروض دي اول سطر، ده انجلش صح، واول سطر لازم يبقى الحرف الاول ايه كابتل اهو، نفس الكلام هنا اهو. طيب انا عايزة احط دول كبوينتس. يعني ايه كبوينتس؟ بصوا كده اول ما اضغط عليها تعرفوها اهي. طب يا دكتور في اشكال معينة؟ اه في اشكال كتير اهو، بصوا. طب ارقمهم يا دكتور، يترقموا تمام، انا بفرقوا على الترقيم وغيره. طب يا دكتور ايه العلامة دي؟ دي العلامة بقى واحدة من الحاجات الجميلة جدا اللي هي تحطهم لك كأنهم جوه مربع وملون بالشكل ده تمام. طيب حلو جدا. طب وايه تاني بالنسبة لي في القايمة دي هتفيدنا؟ هم دول اهم الحاجات اللي احنا هنتقابل بيهم تمام. وفي حاجة تانية بس هي لسه مش دلوقتي لما نيجي نا. طيب يا دكتور انا هكتب شوية حاجات هنا تمام، هكتب EST تمام minions، بعد كده هكتب higher institute معهد العالي ماشي الكمبيوتر. الكمبيوتر عايز اعمل ايه؟ عايز دول احطهم في نفس التنسيق اللي فوق. بصوا بقى دي كأنها حركة الساحر اللي هي فرشة الساحر زي ما بيقولوا. فين الفرشة بتاعتنا اللي هي دي البانتير؟ البانتير بالنسبة لي هاخد دول احددهم الاول، احدد دول الاول تمام بتنسيقهم كل حاجة احددهم كده اهو اهو، واروح ايه واخدهم بالتنسيق بتاعهم، واروح حتى اديك الفرشة. ده بيقول لك انت كده معاك السحر بتاعك اللي تقدر تشتغل بيهم اهو تمام. اعملها تاني، احدد دول الاول واضغط على البانتير اهي لفوق، واروح ضغط على مين؟ على دول، بس بقيت في نفس التنسيق تمام. فكده بالنسبة لي احنا بدأنا. طب دلوقتي عايز اعمل سيف، اضغط فين؟ ما احنا مسيفين اصلا، اضغط هنا سيف. لو انا عايز اسيفه باسم تاني اروح اعمل تمام. في عندي اي مشكلة كده؟